قد يحتاج تشكيل الحكومة في أي بلد إلى أيام أو ربما أسبوع، وفي ظروف سيئة نتحدث عن بضعة أسابيع، لكن الأمر في لبنان دائما ما يكون مختلفا. نحو 7 أشهر منذ تكليف سعد الحريري في 22 من شهر أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب بعد أن رشح نفسه ليحمل المبادرة الفرنسية. مهمة الحريري وفق المبادرة كانت تهدف لتشكيل الحكومة خالية من الحزبيين تتألف من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وفي 9 ديسمبر قدم الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، لكن الرئيس اللبناني رفض الحكومة ورأى عون أن الحكومة لا تراعي التوازنات والميثاقية الطائفية ولا تأخذ في الاعتبار دور رئيس الجمهورية في عملية التشكيل. ووفق بيانات مكتب الحريري بيتعلق انسداد أفق تشكيل الحكومة بإصرار عون على الثلث المعطل في الحكومة، ومع استمرار تبادل الاتهامات بشأن من يعطل تشكيل الحكومة، أعلنت فرنسا بدء اتخاذ إجراءات لفرض عقوبات على كل من يثبت ضلوعه في عرقلة تشكيل الحكومة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية.